وبعد الخناقة ما شفت لك يا غير فات لبس وتهندس وحمل حاله وطلع مبسوط لك ولا كأنه صاير شي. دخلك ومشان شو الخناقة؟ لأنه كريمة بدها تروح تحرد عن بيت أمها. ليش أمها أجت من حلا؟ أجت مبارح بالليل وركيد حملت حالة من الصبح وإجت لعند بنتها لكن بدها تلحقها قبل ما تتطلق. تتطلق؟ يا لطيف. ولك قمر قلتي لي بدك تعلقيهم بين بعضهم متخربي لهم بيته. لأي أنا شو دخلني بهالقصة؟ هي كريمة جانة شلون عمران بده يتجوز؟ أي ما قلتي لي شلون أبي أبو عيون زايغة؟ ما بعرف حواله ما أنا عجبتني ما بتلاقي إلا ماسك هالأرجيلة ونازل على السحب وقلبه عم يفرفح فرفحة عم بيضحك ضحك. أيوة يعني مثل عمران. قمر لا تحببي لي قلبي علي ما علي بخرب بيته. ليش أمي؟ عادي حقه مو هيك كنت تقلي لي؟ لك قمر قلت لك الشغلة مو شغلة غيري أنا بس يعني عادي أمي عادي اللي بتقبلي علي اقبلي على حالك عادي حقه.